يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره اسلام سامي ومروان شفع. اسلام مشرف ومنور، ربنا يخليك كريم. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله خير. مروان مشرف ومنور. حبيبي كريم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي اسلام. يعني عمال اقول نفس الكلام يمكن من اول حلقه، بس هكرره تاني وتالت ورابع عشان اللعيبه دي تستحق. لعيبه النهارده ولعيبه المنتخب على مدار البطوله، مش النهارده بس، مع جهاز فني محترم جدا، عملوا كل حاجه. تقدرش يعني تقدرش تمسك حته كده تقول ايه كان المفروض يحصل كذا. صح، تتفق؟ اتفق مليون في المية. مفيش حاجة انت متخيل ان انت النهاردة الناس دي اثرت فيها بجد. والله فعلا انا احنا زعلين عشانهم اكتر ما زعلين عشاننا. يعني انا زعلان على المجهود الجبار اللي هم عملوه، زعلان على الحماس والروح، زعلان على 4 ماتشات 120 دقيقة، زعلان على ان انت بدأت البداية البطولة ببداية صعبة جدا، ماتش نيجيريا، وقدرت تبدأ وترجع تدريجيا لغاية ما وصلت الفاينل وانت ما كنتش مرشح من اي حد. كان مرشحك اسم مصر مرشح طول الوقت، لكن كمنتخب ما كانش حد مرشحك. صح. وعديت بطريق مليان عقبات مرعبه. كل الاحترام لمنتخب السنغال، بس انت لعبت اصعب ماتش هو النهارده، ما لعبتش ماتش صعب تاني اصلا. صح. حتى ماتش بوركينا في السيمي فاينل الباقي كله ماتشات ضعيفه. لكن انت لعبت مع اقوى منتخبات، منتخبات التصنيف الاول كلها في افريقيا انت لعبتها. صح. فما شاء الله لعبت نيجيريا، لعبت كوت ديفوار، لعبت المغرب، لعبت الكاميرون، ولعبت السنغال. من 7 مباريات لعبت 5 مباريات كبيره. بالزبط. من 7 بالظبط. بكريم بمشاكل كل ماتش ومشكله كل احنا انا ومروان قاعدين بنعد الاصابات. مش ممكن. مش ممكن كميه الاصابات دي. وبعدين عمر كمال بيتوقف واللعيبه بتتصاب تطلع بره البطوله، اكرم وحجازي سافروا اصلا يتعالجوا. فانت عندك مشاكل كبيره جدا كل يوم. ولكن اللي انت عملته ده، عشان كده دايما بقول ايه، شكرا شكرا يا رجاله، ارفعوا راسكم ما تعيطوش. حقكم تحزنوا وتزعلوا، لكن بجد ارفعوا راسكم. انتوا عملتوا اقصى حاجه تقدروا تعملوا عليها وشرفتونا ورفعتوا راسنا، لكن اراده ربنا. ضربات الجزاء ابتسمت لنا مرتين النهارده، ربنا مش رايد. يا رب يا رب يا رب تكون الفرحه الكبيره متشاله لنا في ماتشين كاس العالم ان شاء الله. مروان، اداء منتخبنا النهارده، كان لسه معايا الكابتن محمد عبد الجليل، كنا بنتكلم على فكره انه رد فعل ولا فعل في هذه المواجهه، وانا كان رايي والكابتن محمد يمكن اتفق في هذا الراي، انه انت ما كنتش هتقدر تبقى فاعل النهارده. صحيح. مع الحاله البدنيه، مع قوه المنتخب اللي بتلعبه، مع جاهزيته البدنيه والفنيه، كان صعب تجاريه هجوميا ودفاعيا. صح يا كريم، كمان مع كل الاصابات اللي حصلت، مع الغيابات اللي حصلت، مع حتى ايقاف كيروش اللي فيه تعسف كبير قوي يعني، وفي ظلم كبير قوي، تعرضنا لظلم على مدار البطوله، ولكن اللعيبه كانت رجاله قوي. على فكره ان انت تبقى رد فعل في الملعب دي مش حاجه كارثيه. انت كسبت على فكره المغرب، كسبت كوديفوار، كسبت الكاميرون لما سبت لهم الاستحواذ. برافو عليك. ده استراتيجي الراجل بيعملها، ده تبين عنده خبرات كبيره، واللعيبه بتقدر تنفذ الاستراتيجيه لان اللعيبه مصدقه ان انا عندي مدرب كبير. ان انا عندي مدرب بيوصلني للمناطق اللي انا بعرف اكسب منها. مدرب بيحميني فنيا في ارض الملعب، مش بيعرضني للمواقف ان انا حبان فيها قليل. لا، مدرب عارف انا امتى هفانكشن كويس، ومن امتى هضرب المنافس، ومن امتى ممكن يبقى عندي قصور، وما يخلينش يحطني في مواقف الكسور، يحطني في مواقف القوه. أيوة. ده اللي كيروش كان بيعمله. ده اللي كيروش عمله، ووصله نفسيا، ذهنيا، فنيا في الملعب. مش بس نفسيا وذهنيا، لا، بس كمان فنيا يا جماعه. لان فكره ان احنا نقول اللعيبه بس كانت رجاله، اللعيبه كانت رجاله قوي، واللعيبه اشتغلت قوي يا جماعه، وتعبت قوي فنيا في ارض الملعب، وجريت كتير قوي. صح. وخلصوا بدنيا. صح. والراجل اشتغل، والراجل ما كانش عنده كسل تكتيكي، والراجل ابدع في طرق اللعب، وابدع في البيلد اب على مدار البطوله. عارف في كوره صعب عليا فيها النينجي، لما كان في لعيب جنبه بصاها بره في الاوت. طبعا انا قاعد بفرج على زمايلنا، يا نني مش عارف ايه، قلت لهم يا جماعه ده مش جرافيكس، ده مش بلاي ستيشن. ايوه صح. يعني في حاجات اللي هو الراجل ده جري كميه جري. أيوه ما يجيبوش نجولو كانتي. انا مش والله مش ببالي، انا بحب نجولو كانتي، ده اعظم لاعب وسط بحبه في العالم. صح. بس ده جري ما مش طبيعي. يعني طبيعي في حته هتفصل، مش قادرين ومش قادر يفكر. صح. باظت. ما هو انت لما بتبقى منهك مش قادر تفكر، الاشارات اللي بتطلع من مخك لعضلات جسمك كلها بتطلع غلط للاسف. هو الراجل عامل مجهود جبار مش قادر. خلاص النهارده احنا شفنا حمدي فتحي، الراجل صبر عليه الاخر خالص، هو معاه انذار وفي ريسك وخلاص، الولد تعب واستنزف مش قادر. قبليه السوليه مجهود بدني غير عادي على اللعيبه، مرهقه جدا. لكن كريم اللي انت بتقوله ده، احنا مش بلاي ستيشن، وده اللي كان مروان بيقوله يا جماعه، لازم الناس تبقى عارفه ان الموضوع اللعيبه هايله، رجاله، ابطال، بس مش هم ده بس. مفيش فريق بيكسب عشان هم رجاله بس. في مدير فني، في جهاز فني، في عمل. دكتور محمد ابو العيله والجهاز الطبي. طبعا. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يحفظهم. المنتخب الوحيد اللي غالبا ما طلعلوش ولا حاله كورونا. طبعا. كميه ريكفري، كميه اصابات، لعيبه بتتصاب وبترجع، ما شاء الله. الفريق. صح. كله، فريق طاقم التحليل، كل حاجه انت شايف شغاله ما شاء الله هايله. صح. هو ده المنتخب اللي اتبني عليه. صح. هو ده، عشان كده احنا شايفين حاجات ايجابيه كتيره جدا. لكن النهارده النهايه ما كانتش اللي احنا عايزينها، ولكن انت شايف ما شاء الله مكاسب بالجمله. طبعا طبعا. يعني انت خسرت بطوله بس طلعت كسبان يا مروان حاجات بالجمله حقيقي. اولا
يعني دلوقتي بقى عندك منتخب واثنين وثلاثه، يعني دلوقتي عندك صفين في المنتخب بيلعبوا في هذه البطوله، في صف تاك كنا بنقول كان ده ما اتاخدش ليه ومش عارف ايه، ممكن يبقى ليهم دور الفتره الجايه. فبقى عندك ثلاث منتخبات في وقت كنت بتقول انه ما فيش لعيبه في مصر محمد صلاح، ما عندناش منتخب اصلا. دلوقتي انت بقيت عمال تقول ايه، يلعب النهارده امام عاشور ولا يدخل زيزو ولا نجيب عبد المنعم يمين ولا انت كنتش بتقول حراسه المرمى؟ انا سمعتك قبل ما بتتكلم ان كانش عندنا غير عصام الحضري، انت دلوقتي عندك شناوي، عندك جباسكي ربنا يحفظه، عندك صبحي، عندك جاد، عندك في كل مركز واحد واثنين وثلاثه. والاهم كمان يا كريم القائد بقى، انت بقى عندك ليدر بالشاره، عندك قائد جوه الملعب، عندك قائد بيعرف يسيطر على غرفه خلع الملابس، عندك قائد لابس شاره اسمه محمد صلاح، يستاهل كل التقدير وكل الاحترام وكل الريسبكت، وما يزعلش والله انا زعلان عشانه ومش زعلان عشان انا ان هو يستحق اللقب ده، ولكن هو قادر يحقق اكتر من اللقب ده. وعندك قائد تاني من غير شاره اسمه جباسكي، اسمه احمد حجازي، اسمه محمد عبد المنعم، اسمه محمد النني، اسمه عمرو السلية، اسمه مصطفى محمد، اسمه محمد شوي، اسمه ضياء السيد، كل يا جماعه الجهاز الفني كله تعب. الناس دي تعبت، الناس دي ارهقت، الناس دي استنزفت فنيا وذهنيا ونفسيا، والموضوع مش سهل. لعبه الكوره يا جماعه مش سهله، لعبه الكوره معقده واصبحت معقده وفيها تفاصيل كتير جدا وفيها عامل ذهني كبير وفيها ضغط عصبي كبير. فرفقا بالناس دي، لان عندنا تحدي اهم من كتير من كاس افريقيا، سبع نجوم هنا على التيشيرت مش هيتشالوا، لكن انت عندك كاس عالم، اللعيبه دي ان شاء الله لازم توصل كاس عالم، محمد صلاح ان شاء الله لازم يوصل كاس عالم، كيروش ان شاء الله لازم يوصل كاس عالم، بالالتفاف حوالين المنتخب، ودي من اهم المكاسب ان الشعب رجع مرتبط بالمنتخب قوي، ما بقاش في ارتباط بالانديه، في ارتباط بالمنتخب، ده المهم نكمل عليه ان شاء الله في مارس نوصل كاس العالم. مروان عارف اسلام، انا قلت النهارده في المقدمه قلتها قبل كده على تويتر كمان، انه نقطه التحول في رايي لينا في هذه البطوله المؤتمر الصحفي لمحمد صلاح قبل مواجهه كوت ديفوار، هذه الرسائل الصريحه الواضحه اللي ما كانش حد يقدر يقولها غير محمد صلاح. كانش حد، كل لعيبه منتخب مصر كبار ورائعين طبعا، بس محمد صلاح ما فيش حاجه فوق دماغه، ما فيش بطحه، ما فيش حد ايه هتقولوا ايه مثلا، انا لاعب قليل، هتقولوا مثلا انا لاعب وحش، هتقولوا مثلا اصله خلاص كده محمد صلاح عشان اي كلمتين ما يخش المنتخب تاني. انا محمد صلاح يعني كده كده انا جاي، وهو قال حتى في المؤتمر انا مش هيفرق معايا، ومريت بكده كتير. بس انا اعتقد اللي فرق في كلام محمد صلاح دعمه او مسندته او تحفيزه للاعيب المنتخب اكتر ما يكون توجيهه كلامه للناس. انا اعتقد كان بيوجه كلامه للعيبه، هي رساله غير مباشره لزمايله، بيقول لهم ان انا في ظهركم وانا رافع الضغط عنكم، وبالبلد انا اللي واخد الضغط كله. انت النهارده اول واحد بيلام عند الاخفاق هو مين؟ محمد صلاح. صح. ولما نكسب محمد صلاح بيتذكر بالخير، لكن بتقول عبد المنعم ومهند ومصطفى وفتوح ورويش وجبل، لكن في الوحش بتيجي تاخد اهم واحد وتقول والله ايه يا صلاح. لا النهارده صلاح لقطات ربنا ما يعيدها، يعني الراجل. بس اقول لك حاجه، رغم ان دي بتضايق اسلام، انا بتضايق لمحمد صلاح لما الناس بتشيله القصه، بس لو انت بصيت عليها في العالم كله هتلاقي كله ميسي اللي بيشيل شيله الارجنتين على طول، كريستيانو اللي بيشيل شيله البرتغال، هتلاقي حتى في مصر هنا هتلاقي الزمالك اللي بيشيل شيلته شيكابالا، هتلاقي اللي بيشيل شيله الاهلي قفشه. هو ده قدر اللاعب الكبير اللي هو اللي انت المفروض كده كده هتشيل الشيله، يعني دي حقيقه للاسف ده اللي بيحصل على طول. ولكن احنا السنه دي في البطوله دي شفنا حاجات كتير جدا، شفنا ليدر زي ما مروان بيقول محمد صلاح، كانت الناس تقول لك ايه صلاح والشاره، هل صلاح؟ لا، صلاح ليدر، طريقته مع الكلام مع الحكام وطريقته، خلي بالك برضو مع اللعيبه، كل اللي بتصل كمان فيه تقول ده القائد بتاعي. انا عجبني كمان جدا كارلوس كيروش، عجبني ان هو بيقدر يتحكم في اللعيبه ويتحكم في تصريحاته، ممكن تشوف تصريحاته احيانا حاده شويه، ولكن الراجل ده انا شايف ان هو قادر يحمي اللعيبه زي ما بيقول مروان، اللعيبه مصدقه ان انا عندي سوبر ستار، مدربي نجم، مدربي راجل عنده كاريزما، مدربي حميمي. ودي نقطه مهمه جدا، اللعيب يبقى مطمن طول الوقت ان انا عندي كابتن فريق في ظهري، عندي طول الوقت مدرب في ظهري. الناس دي كلها بتطمن اللعيبه الصغار، عشان كده انت بتقول بتطلع بالايجابيات، بتعد ايجابيات كتيره جدا. اقول لك بقى حاجه في كارلوس كيروش انا فكرت فيها بس بعد الماتش، يعني وانا كنت اتضايقت شويه من كارلوس كيروش المباراه اللي فاتت قدام الكاملون، انه احيانا تعصب زياده او بالغ في العصبيه زياده، وقلت ما كنتش تترد عشان تكمل معانا هذه البطوله. لما قعدت احلل، انا عايز اوصل لدماغ كارلوس كيروش، ده مدير فني برتغالي، كنت بتكلم معاك النهارده بتفرج على الفيلم دوكيومنتري عن جوزيه مورينيو في مواجهه تشيلسي وبايرن ميونخ 2014 وما دخلش الدريسنج روم، وهاجم ريكارد جامد جدا بعد ماتش برشلونه وتشيلسي، وهو طلع قال ان انا كنت عايز ارفع ضغط على اللعيبه، عايز الويفا، انا كنت حاسس ان هم ظالمين فرقتي، فعايزهم يركزوا معايا، انا مش عايزهم يركزوا مع حد، مش عايزهم يركزوا مع اللعيبه. كيروش في مباراه
الكاميرون. الكاميرون عارف ان بكاري جسامة هيركز مع لاعب من اللي في الملعب وهيطرده، هو خلى بكاري جسامة يركز معاه هو. انا هضحي بس الفرقه تفضل كامله وتادي. فمنتهى الذكاء، منتهى الذكاء والروعه يعني. وهو حتى قال يا كريم نفس اللي انت بتقوله ده في التويت بتاعته، قال انا اولادي ممكن يعملوها لوحدهم، ما عنديش مشكله، انا اضحي انا بالثمن، انا ادفع انا الثمن، لكن لعيبتي ما تدفعش الثمن. ده ليه؟ يبين لك ان انا عندي مدير فني بيعرف يتعامل مع المواقف الصعبه بشكل كويس. عجبني كمان العلاقه اللي ما بينه يا اسلام وما بين اللعيبه، فيها احساس الابوه بس مش السلطويه، اللي انا بحبكم وفي نفس الوقت هم بيحترموه جدا على كاريره الكبير، على تاريخه الكبير جدا. فانت بتتكلم على مدير فني يقدر يشيل الضغوط من على اللعيبه، مدير فني يقدر يقنعهم بمهامهم في الملعب، مدير فني لما يروح لمصطفى محمد سترايكر مصر المفروض الاول ويقول له انت ادوارك الدفاعيه هتبقى اهم من ادوارك الهجوميه، يقتنع ويعمل كده عشان يخلي شكل المنتخب كويس. ده مش هيغير لو انا بسمع لمدير فني سوبر ستار زي ما كان اسلام بيقول. اقول لكم حاجه، جمله كده انا من الحاجات بتاعت السوشيال ميديا، بس انا ما اقصدش ولا سوشيال ميديا، بس هي جمله كده يعني. انا ما شفتش مدرب اجنبي دخل مصر بعد مانو جوزيه بذكاء وكاريزما وجرأة وتفاصيل كتيرة زي كارلوس كيروش. مش عارف تتفق ولا تختلف؟ لا كاريزما كاريزماتيك وشخصية، وفكرة انك تبقى جريء كمان في قراراتك وما تسمعش لحد. مانويل جوزيه يعني شايف مانويل جوزيه برتغالي زي طبعا لسه ما عملش التاريخ بتاع مانويل جوزيه، بس يعني بس الشخص التركيبه بتاعت المينتاليتي دي هي تركيبه مانويل جوزيه فعلا. تركيب مدرب ما بيخافش، جريء، بيقول اي حاجه ما بيهموش. والراجل قال كده في تصريحات ضد الاتحاد الافريقي، يمكن عشان كده انا شايف ان هم شايفين ان هو ايه، انت عمال تخبط فاحنا حاطينك يعني. وده اللي اتمنى يا رب اتحاد الكوره وكل علاقات مصر بالاتحاد الافريقي، اتمنى ان الاستئناف يتعمل تاني، ان كارلوس كروش العقوبه تتخفف، توقف النهارده. الراجل بيلعب فاينل ممنوع من دخول اوضه اللبس. انا حاسس انهم عايزين يرحلوه البرتغال. انا اول مره اشوف قصه ان انت تمنع من اوضه اللبس. هي دي قصه بتاع مورينيو. لا جوزيه مورينيو بمناسبه الحكايه دي يعني، جوزيه مورينيو في يوم ماتش تشيلسي وبايرن ميونخ هو توقف بعد مباراه برشلونه، عارف عمل ايه؟ تشيلسي راح جوزيه مورينيو دخل اوضه اللبس وكان الويفا ساعتها منعه انه يخش اوضه اللبس برضه، بس عشان حاسس انه عايز يبقى معلم. وممكن يكون كروش عمل كده النهارده. راح المكان اللي هم بيرموا فيه الهدوم اللي مش نظيفه، سبت الغسيل ده استخبى جواه، والويفا بيدوروا عليه في الملعب، هم ما لقوهوش في المدرجات، قالوا فين مورينيو؟ مره اعرف المعلومه دي ولا ايه. فراحوا دوروا عليه فطلع مقفول عليه بالباب الحديد بتاع الباسكت ده. فجوزيه هي دي الشخصيه البرتغاليه طبعا. سبحان الله، بتاعت المدربين البرتغاليين في جنان يعني، بس جنان حلو يعني، جنان حلو يا رب، جنان حلو. لسه مكملين هذه الفقره ولسه مستمتعين وفخورين بمنتخبنا، زعلانين طبعا، زعلانين، متضايقين اكيد متضايقين، بس الاهم ان احنا فخورين بيهم وهنفضل برضه حاطينهم فوق الراس. اللي يرفع علم بلده واللي يخلينا راسنا في السماء كده نشيله احنا كمان فوق الراس. لسه مكمل معايا اسلام سامي ومروان الشافعي، بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. انا نفسي بقى الجماهير المصريه تروح تستقبل وتدعم منتخبنا الوطني وهو راجع. رايك يا مروان؟ طبعا يا كريم طبعا يستاهلوا، لان هم عملوا اكثر من اي حاجه كنت متوقعه. انت داخل تصنيفك السادس، انت مخلص تصنيفك في افريقيا بين 24 فريق الثاني، انت واخد ميداليه، انت واصل لتوقعات اصلا ما كانتش مطروحه. انا عايز الناس ترجع بس للبوست اللي كاتباها بعد ماتش نيجيريا وتشوف النهارده حصل ايه ووصلنا لايه. ده انجاز يا جماعه، ده اعجاز يا جماعه. الاصابات، كميه الارهاق اللي حصل للعيبه، كميه المشاكل اللي حصلت بالنسبه للعيبه، بالنسبه للجهاز الفني كمان، فاللعيبه دي تستحق الدعم. لان احنا عندنا تحدي اصعب، تحدي اكبر، تحدي اهم، ان في كاس العالم كمان شهر انت تلعب السنغال مرتين، مره في ارضك ومره خارج ارضك. فانت محتاج ان انت تروح تقول لهم شكرا اولا على مجهود، شكرا انتوا رفعتوا اسم البلد، شكرا انتوا رجاله، شكرا ان انتوا شرفتونا، شكرا ان انتوا عملتوا كل حاجه فنيه، وعايزينكم كمان في وعشان دي الجمله اللي دايما بنقولها اسلام، مش احنا دايما لما بنيجي نخسر لا قدر الله او بنتعادل نقول ايه؟ بس لو كنتوا لعبتوا برجوله كنا نقول عليكم برافو، صح؟ لو كنتوا لعبتوا باخلاص كنا نقول برافو، لو كنتوا لعبتوا وحش النهارده، النهارده لا، منتخب مصر لعب برجوله وبروعه وباداء عظيم، فلازم يبقى كلامنا صادق، يبقى برافو عليهم. الفرق بين منتخب مصر لما ما توفقش في كاس الامم 2019 والفرق بين دلوقتي، برافو عليك. احنا دلوقتي ما حدش يقدر يفتح بقه تماما، بالعكس انت زعلان على زعلهم، انت انت النهارده شايل هم عبد المنعم ومهند لاشين، رغم ان ما حدش يقدر يلومهم ابدا. ابطال ابطال والله فعلا يعني، وتحملوا ضغط صعب جدا، فانت النهارده بتشكرهم. انا كريم يعني احنا بنحاول نبص على الايجابيات، تدخل على مرحله صعبه جدا كاس عالم
بعد جداول دوري وكاس افريقيا وبطوله افريقيا قريبه، انت محتاج تبقى مركز جدا، كل الناس تبقى في ظهر منتخب مصر. كارلوس كيروش والله جه قال لك انا عايز المعسكر بتاعي يبقى اسبوع 10 ايام، ساعده خلي له المعسكر اسبوع 10 ايام. الاهلي والزمالك يقدروا يساعدوه وهم ما بيتاخروش يساعدوه، الراجل لازم حد يساعده. اتمنى من كل قلبي ايا كان الملعب اللي هيتلعب فيه ماتش مصر والسنغال، اقصى عدد ممكن المسؤولين يقدروا يساعدوا ان الجمهور يخش، الجمهور يخش. الماتش ده محتاج دفعه جماهيريه كبيره جدا، محتاج اللعيبه تحس ان احنا كلنا في ظهرهم، لان ماتش مهم جدا هيسهل لك المسيره بتاعتك في السنغال. محمد ابو جبل بعد الماتش في المؤتمر الصحفي بحرقه الراجل اتكلم قال لك زي ما خسرنا هنا ان شاء الله هنعوض في السنغال. اللعيبه من دلوقتي بتفكر في ماتش كاس العالم، اللعيبه حاسه بكده. والاهم البرامج والمحللين، اتمنى الناس والسوشيال ميديا ما حدش يطلع حاجات بسيطه وتكسر في حاجات اللعيبه. الله عليك. ترتيب بقى ضربات جزاء، عندك مشاكل فنيه اكيد، ما احنا مش مثاليين، ما فيش فريق كوره ما عندوش مشاكل فنيه. السنغال عندها مشاكل فنيه، المغرب عندها مشاكل. السنغال جامده جدا صح؟ ايوه جامده جدا طبعا. 120 دقيقه ما عرفتش تسجل فيه الجون، عندك جون كبير اسمه محمد ابو جبل وانت كان ممكن تخطف بس في لا الأخير. وعندهم مندي اللي شلهم 3 4 كور يعني، كره مروان الاخيره دي كانت ممكن عندهم برضه مندي وشلهم كور يعني. لكن المهم ان احنا النهارده ما نقفش على الواحده بتاعت حاجات كتير قوي ساعات بتقف عليها وقت الهزيمه، الناس بتطلع غلاف اي حاجه، بس ما تهدش المعبد، ما تلخبطش الدنيا، ما تهزش ثقه الفريق وكيروش والناس دي كلها. بالعكس اقف في ظهرهم واديهم السبورت اللي هم طالبينه، انتقدوا زي ما انت عايز فنيا عشان نروح للاحسن. انا عاجبني الجمله دي ولازم اكمل عليها بقى لحد ما اختم الحلقه. فكره في على السوشيال ميديا وحتى الناس اللي ممكن تطلع على شاشه، في بعض الاوقات ما تحاولش تنتصر لرايك، يعني ما تقدرش تقول ايه انا شايف ان كروش مدرب فاشل، فتفضل طول الوقت حتى لو كروش بيعمل روعه بس انا كان رايي انه فاشل، فهفضل بقى ايه اروح اشوف له اي حته اطلع اشاور ده فاشل اهو، اصل ما كانش المفروض ياخد مش مهند لاشين فكان المفروض ياخد فلان، فتفضل تلف على مهند عشان تاخد له اي تفضل تكسر عشان بس تثبت رايك، مش عشان حبك لمصر ولا منتخب مصر ولا الكلام ده. لا دي حاجة بتفتقد للشجاعة، لأن أنت في نفس الوقت أنت مش بتفيد الراجل، مش بتفيد المنتخب، والناس بقت ذكية قوي يا كريم خلاص. أيوة. الناس بقت ذكية، الناس بقت عارفة، والناس بترجع تشوف أنت كنت بتقول إيه وفي نص البطولة بتقول إيه ودلوقتي بتقول إيه، فتلاقي هو الراجل عامل كده أو الناس بتتكلم عاملة كده، مالهاش رأي ثابت، اتكلم فني، طلع حالات، اشرح هو عمل إيه صح، اشرح هو عمل إيه غلط، ما هو مفيش مدرب مثالي، بيب جوارديولا مش مثالي، جوزي مورينيو مش مثالي، كارلوس كيروش برضو مش مثالي، بس عنده حاجات كويسه قوي، عنده حاجات كويسه كتير جدا، عنده منظومه دفاعيه يا جماعه، احنا ما دخلش فينا جون من الكوديفوار، من الكاميرون، ما دخلش فينا جون من السنغال، ثلاث منتخب، بص الاسامي، انت عامل اكتر من 4 كلين شيت، طب هو ده مش منظومه دفاعيه قويه؟ صح. بقى عندك شكل، بقى عندك باتر، بقى عندك تحولات هجوميه، عندك لسه مشاكل في التحولات، هتشتغل عليها هتطورها، والراجل بقى له كام ماتش؟ كان مش 18 ماتش، الثاني بقى له كام ماتش؟ الثاني بقى له 5 سنين ولا 4 سنين يعني بص الفروقات رهيبه ازاي؟ لكن في نفس الوقت انت لو دعمت الراجل ده، لو وقفت جنبه، لو سندته، لو نقدت نقد فني عشان اللعيبه دي تتطور، هتقف جنبها نفسيا، هتقدر تعوض. في 2009 خسرنا من الجزائر في تصفيات كاس العالم، ورحنا كاس افريقيا كسبنا الجزائر 4-0، ولو رجعت سالت اللعيبه دي تخسر كاس افريقيا وتروح كاس العالم هيقول لك اخسر كاس افريقيا وروح كاس العالم 2010. انت النهارده عندك الفرصه دي، انت ربنا ما وفقكش في كاس افريقيا بعد ما عملت كل حاجه تقدر عليها، لكن عندك كاس عالم. صح. عندك كاس عالم وانت هتبقى جاهز، هتبقى اشتغلت اكتر، هتبقى شفت المنتخب اللي انت هتلعبه، بعض المصاب كل المصابين هيرجعوا لك، هتلعب في ارضك قدام جمهورك زي ما اسلام كان بيقول. طبعا. كل ده عوامل، بس قبل كل حاجه احنا في ظهرهم والله. احنا 100 مليون في ظهر الرجاله دي، لان الرجاله دي تستحق كل حاجه. طيب في جمله مشهوره قوي يا اسلام قوي، هي اللعيبه دي بتلعب لوحدها، اللعيبه دي تكسب اي مدرب، اعمل لو خسرنا هيبقى المدرب كروش هو اللي سبب الخساره، لو كسبنا اللعيبه كانت لعبت عشان لعبت بروح، اللعيبه ما سمعوش للمدرب ده. محمد صلاح كان هو اللي قائد في الملعب، هو اللي قال لفلان يخش يمين وفلان يخش شمال وفلان ده دافع، ومحمد صلاح اللي عمل الكلام ده كله مثلا يعني. محمد صلاح طبعا قائد في الملعب، طبعا. بس يلغي دور المدير الفني، يقول لك المدير الفني ما عملش حاجه لو خسر. ما هو للاسف الا لو كسب. احنا سمعنا النغمه دي الماتشات اللي فاتت شويه يعني، في عز ما انت كنت بتتقدم وبتتحسن كانت الناس بتقول لك والله اللعيبه عملت لوحديها. طب هو اصل دايما ما فيش حد بيعمل حاجه لوحده، ولا المدير الفني هيخلي اللعيبه تكسب لوحديها بعظمته مثلا كمدير فني، ولا اللعيبه تقدر تكسب لوحديها، هو في الاخر ميكس بين الاثنين، عمل مشترك بين الاثنين. لكن اللعيب اللي بيقدر يتمركز صح ويقفل على اهم لعيبه في العالم في افريقيا، مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيوجههم؟ مين اللي بيقول لهم؟ المدرب، المدير الفني. صح. مين اللي بيخليك تقف صح؟ هو المدير الفني. فمين اللي يقدر يدي
النهارده وانت بتلعب فاينل افريقيا وسيمي فاينل افريقيا بمهند لاشين ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد وامام عاشور، هل كنت تتخيل يا كريم ان في مدير فني اولا يجرؤ ياخد الناس دي ويلعبها اصلا والله بجد الظروف حطتهم واثبتوا شجاعه. الشجاعه دي هل هو بيستمدها كده لوحده ولا في مدير فني ناقل له الثقه وناقل له التمركز وتتحرك ازاي وتمشي ازاي؟ امام عاشور بيلعب على ساديو ماني يا جماعه. عارف الاهم اللي انا هختم بيه، يعني انه الجمله المشهوره برضو انه لو مدرب مصري كان اتذبح لو عمل كده. لا ما هو كيروش اتذبح، انا كيروش اتذبح كتير جدا. فكره ان انت مدرب ده يعني انك مدرب جريء عندك شخصيه ما بتخافش من حاجه وبتنجح وبتعمل اداء كويس، يعني انت اخترت اختيارات 90% من الناس قالك انت ما خدتش فلان وفلان وفلان ليه، ونجح باللي موجودين بالظبط كده. عايز تقول حاجه بسرعه؟ لان الراجل ده مش جاي يثبت حاجه، الراجل ده خلص كاريره في اعلى توب وهو جاي يحط الكريز على الكيك. صح، مش مستني يثبت حاجه. برافو عليك مروان، شرفت ونورت. اشكرك يا كريم. اسلام، شرفت ونورت. ربنا يخليك يا كريم. ان شاء الله نفرح مع بعض باذن الله في كاس العالم. يا رب ان شاء الله. باذن الله يا رب. افرحوا يا جماعه، افرحوا بمنتخبكم، افرحوا بلعيبه عظيمه، افرحوا بجهاز فني كبير. احنا الان عندنا جهاز فني المنتخب مصر، جهاز فني حقيقي عالمي حقيقي كبير، لعيبه رجاله، ما فيش واحد بس بخل بنقطه عرق، عشان كده فخورين بيهم وفوق الراس. يا رب يا رب في كاس العالم مع نفس المنتخب اللي كسبنا في نهائي كاس الامم الافريقيه المنتخب السنغالي. اشوفكم يا رب على الفجر.